وقفة صامتة حملت شعارات صارخة في مضمونها. والقضية هذه المرة رجل سلطة في سن 60 متهم باغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 12 سنة. اغتصاب نجم عنه حمل ثم وضع للطفل. أم الضحية التي تشتغل خادمة عند المتهم قالت إن المغتصب استغل وجود ابنتها مع أولاده وارتكب فعلته الشنيعة. هاد السيد كنت خدامة عنده، استغل الظروف ديالي، اغتصب ليا البنت، حملها ولدات صافي، عطاو عام ديال الحبس. عام ديال الحبس ما كيستحقاش. عندي لا دي ان، عندي الاثبات، كلشي الادله ضده، عام ما كافياش. في هذه القضية قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير بالسجن النافذ في حق المتهم لمدة سنة واحدة، وهو الحكم الذي اعتبرته جمعية مدقش ولدي لا يناسب خطورة الجريمة. فالأمر يتعلق، يقول المحتجون، باغتصاب طفلة قاصر نجم عنه حمل، فولادة طفل أكدت تحاليل الحمض النووي علاقته الأبوية بالمتهم. وبالرغم من تحاليل ديال الحمض النووي أن القضاء تيعطي لهذا السيد هذا سنة حبس نافذة واحدة. إذا هنا كنتسائلوا كجمعية مدقش ولدي شكون اللي تيحمي هذا الشخص هذا؟ وبالتالي تنقولوا واش عندنا جوج قضاءات في المغرب، قضاء في قنيطرة تيعطي 30 عام وقضاء في أكادير كيعطي سنة واحدة. وما تزال فصول هذه القضية على طاولة البث استئنافيا بمحكمة أكادير، فيما ما تزال والدة الضحية مؤازرة بجمعية مدقش ولدي تطالب بإنصاف ابنتها قانونيا واجتماعيا ونفسيا.